اطلب لي فؤاد بن نصار. أوامرك يا معالي الباشا. في المنصورية. أوامرك يا معالي الباشا. بتطلب فؤاد بيه ليه دلوقتي؟ عشان نخلص البلوة اللي عاملها لبيه ابني. هي البلوة دي لسه ما خلصتش؟ هتخلص وفورا. انتوا مش رضيتوا الراجل يا شكري؟ مرضيش. حد رد عليك أنا شرطي؟ معايا جرس يا معالي الباشا. اللي يرد عليك قول له أنا عاوز أكلم فؤاد بيه حالا. فورا يا معالي الباشا. ألو؟ أيوة يا فندم. مين سعادتك؟ أهلا وسهلا. أنا شرف، السكرتير هنا في الفيلا. ادهوني هاتوا. أمرك يا باشا. معالي الباشا معاك يا أستاذ شرف. معاك يا باشا. أيوة يا شرف. الباشا فين؟ مسافر؟ سافر إمتى؟ وراح فين؟ أمريكا. اسأله هيرجع إمتى؟ طيب يا شرف، أوكي. سافر أمريكا؟ حتى ما يعرفش هيرجع إمتى. طب وبعدين؟ هطلبه في أمريكا. هطلبه في أمريكا يا نشرتي. دلوقتي يا باشا؟ دلوقتي ده إيه؟ إيه الغباوة دي؟ خلاص هطلبه فورا يا معالي الباشا. دلوقتي هناك في أمريكا المغرب. مظبوط، طبعا هناك لسه المغرب. أصل أنا ما بفهمش. حالا هطلبه. ما بلاش القهوة دي، اتأخرنا. وهنتقدم ليه؟ مدام البيه ابني بيجرجرني في قسام البوليس والنيابة لغاية الساعة 2 صباحا، مش كفاية اللي فات؟ رد عليك أنا شرطي؟ ما ردش يا باشا. في اجتماع. في اجتماع؟ اجتماع رجالي أو حريمي، المهم مش فاضي. بقول لك إيه يا شكري؟ أكلم ألفت. نجار عايشة معاها في البيت. هتقولي لها إيه؟ خلي بنتك تغير شهادتها؟ هقعد معاها، هتفاهم معاها، هفهمها الموضوع ايه بالظبط. دي اخرى ما بتفهمش، ريح نفسك. انا مش ممكن ارتاح ابدا الا لما البنت دي تغير شهادتها. ابني لا يمكن يروح محكمه، كفايه انا محاكم بقى. انا تيل يا حبيبي، انا تيل. انا كنت عارف من الاول ان المساله دي وراها روس كبيره. اسالني انا. روس كبير على مين؟ كله رجع بظهره وكاش. المساله مش هزار. بس خلي بالك يا جناب الوكيل، الناس دي برضو ما بتهزرش. يعني مش معقول هيسيبوك تلعب في دقنهم وهم يتفرجوا. يركبوا اعلى ما في خيلهم. اطمن، هيركبوا اعلى ما في خيلهم وهيدافعوا عن ولادهم. ايوه بس ده الحق معانا احنا. هيدافعوا بالباطل بالزور. انا عارف الاصناف دي كويس. اسالني انا. اسالك في ايه بس؟ القضيه واضحه زي الشمس. انت مش عايز تسمع الكلام؟ اوكي انت حر. باظ الهوات. استنى عبر لسه فابو. خد ايدي هذا عشان اقوم. ما انا عايز الشده وخلاص ما تتشدش. انت هتاخد احسن ما تفعلكش حق الشاي. حاضر هات كوبايه اهو. ايه اجمل ما شاء الله. خد يلا افرانكا. شكرا يا جناب الوكيل. في حاجه مهمه عايزك تعرفها كويس. زي انت ما قلبت الدنيا عشان تدافع عن ابنك اللي جرح، هما كمان هيقلبوا الدنيا عشان ما يدخلوش ولادهم السجن. ايه يا استاذ ابو العطا؟ انت جاي تكسر مقاديفي وتخوفني ولا ايه؟ ايوه بخوفك عشان تاخد بالك وتحسبها كويس. انت حبيبي، ده انت اللي بقالي بخوفك. ما تخافش عليا يا صاحبي. على العموم انا قلت لك اللي في نفسي وانت صاحب الشأن. فكر براحتك. اكسكيوز مي. عاوز ايه يا حبيبي؟ كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. يعني ايه؟ عاوز فلوس؟ لا معايا فلوس. باباك بعت؟ بابا ما بعتش حاجه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع تاني. طب تعالى اقعد. ايوه يا رياض خير؟ لا هبقى اكلم حضرتك بعدين بقى. ايه اللي يعمل عيال؟ ايه عاوزك؟ لا خليها بعدين. اتكلم. عاوز ايه؟ كنت عاوز حضرتك. ها؟ 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 عاوز حضرتك في ايه؟ ما تتكلم يا ابني. تخطب لي. قلت ايه؟ تخطب لي. اخطب لك؟ ياسمين. ياسمين مين؟ ياسمين زميلتي اللي في المدرسة.
حضرتك عارف انا بابا مش موجود ولازم حد يجي معايا عشان اطلبها من اهلها، وانا بعتبر حضرتك في مقام بابا بالظبط. قلت ايه حضرتك؟ قلت على فصلك. اصلا انا يعني قلت على فصلك. شوف يا ابني، الموضوع ده ما ينفعش الكلام فيه لا في المكان ده ولا في الوقت ده، على فصلك. السلام عليكم. خضاري فين بتاع كل يوم يا راجل انت؟ ايوه وزنت؟ ايوه. استنى اوعى تكون القطه مفعسه. حلوه زي الشربات. قط. السلام عليكم. ما تخلي عليك يا ست. تشكر يا مجاه. تعالي. نعم يا مستر. انت رايحه فين؟ مروح. مش فاضل حصه؟ ما هو مستر شوقي ما جاش. اه صحيح. طب اركبي. هتفسرني يا مستر؟ انا مش هوصلك، انا هسالك. امتحان يعني؟ بنت. اسال يا مستر. ايه اللي بينك وبين الواد رياض؟ رياض؟ ايه؟ جاوبي ما تكذبيش. هو قال لحضرتك ايه؟ انا اللي بسال وانت اللي تردي. عشان ما اسقطش في الامتحان؟ جاوبيني. مفيش يا مستر، قال انه عاوز يخطبه. وانت قلت له ايه؟ هقول له ايه يا مستر؟ انا عارفه انه كلامه خلاص بيقضي وقت يعني. طب لو هو راح يخطبك من اهلك؟ مش هوافق اصلا، ده تلميذه خايب كمان، هيخطبني ليه؟ وبعدين ده جيل مضروب يا مستر. جيل مضروب؟ يعني ايه جيل مضروب؟ يعني كلهم عيال نظام بلاي ستيشن. حضرتك اطمن. طب انزلي عشان امشي بقى. عارف حضرتك البنات عاوزين يتجوزوا مين دلوقتي؟ طبعا الراجل المحترم اللي بيشتغل اللي بيتحمل مسؤولية، حتى لو كان كبير في السن قد بابا وشعر ابيض كده وبنضار راجل يعني. ياسمين انت لسه صغيرة على الكلام ده، يلا انزلي. عشان صغيرة بيعجبني الناس الكبار. طب انزلي. مش هتنقلي فصل المتفوقين يا مستر؟ يلا روحي. بصراحة أنا عايزة حضرتك اللي تدرس لي، وبصراحة أكتر حضرتك حنين قوي يا مستر. روحي. إيه حنين قوي دي؟ استغفر الله العظيم. مساء الخير يا ألفت هانم، ولا أقول بونسوار؟ ألفت بس. اهلا يا مدام. ليه بقى يا مدام؟ ازيك يا ألفت؟ الحمد لله. اتفضلي. تسمحوا لي؟ تسمحي لي يا نجار؟ طبعا يا طنط اتفضلي. ما شاء الله منتهى الرقه، ده كان رايي فيكي دايما يا نجار. ميرسي يا طنط. بالانجلش ثانك يو. ماما تربيتها فرنساوي، انما انت انجلش زي اشرف. متر من فرق. تشربي ايه؟ ميرسي خالص، اصل انا لسه جايه من الفيلا. ما احنا كلنا جايين من البيت، لازم تشربي حاجه. خلاص. قهوة سادة. قهوة سادة بالبرد. وانتي قهوتك ايه؟ سادة برد زي بعض. عن اذنك انا يا طنط. رايحة فين يا نجار؟ عاوزة اتمشى شوية. استني انا عايزة اتمشى معاكي. اصل عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم، موضوع اشرف. اصله زعلان منك قوي. هو اللي زعلان مني؟ طبعا. بعد اللي عملتيه ده مش عايزاه يزعل منك. ومع مين؟ مع اشرف. وانت عارفه اشرف كويس يا نجار. من فضلك يا طنط، انا عملت اللي لازم اعمله. تشهدي عليه في النيابه؟ عايزه تحبسيه؟ يهون عليكي اشرف يا نجار. وهو يهون عليك؟ انا هيموت واحد ويرميه في البسين. واحد مين؟ الولد ابن خوكت العربي. ابن خوكت العربي ده اسمه احمد عبد الحميد دراز، زميلي في الجامعه وكان زميلي في ثانوي وصاحبي. وحتى لو مش صاحبي انا شهدت بالحقيقه. واذا كنت حضرتك جايه عشان اغير شهادتي اي ام سوري يا طنط بالانجلش. ألف مبروك، ألف مبروك يا بنت خالي. حسبي حسب الميك اب بتاعي. يا اختي خايفة على الذوق بتاعك وبيعمل ايه تاني؟ يا بنتي ما صدقت عملته. تعالي معايا المكسوف اخرج. مكسوفة؟ اللي اتكسف من بنت عم. خلاص فرامل النهاردة.
شاء الله. انت جاهزه خلاص يا بنتي؟ ايوه جاهزه يا ماما. طب يلا يا بنتي عشان تاخدي الشربات وتسلمي. لقط العريس يا باي ما بطلتش زغريت، خليت راسي قد كده اهو زي ما اكون ما صدقت. ما تخليها تزغرط يا مرات خالي، واحنا كل يوم يعني عندنا خطوبه. طب يلا حبيبتي عشان تزغرطي لها انت كمان، عقبال ما نزغرط لك يوم قرايه فتحتك ان شاء الله يا رب. نادر عليا يا مرات خالي ده لو حصل، والنبي لختم القران كله. جدك ايه؟ يلا يا حبيبتي. شرفتنا يا حاج، شرفتونا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عبد الحميد. يعني يا ريت تحوشي كام زغروطه كده لحد العروسه ما تيجي. في كتير، انا شايله الفرح كله للدكتور. ربنا يكتر افراحكم. تعالى يا كابتن، ده احمد ابني الكبير. اهلا، ازيك يا حبيبي؟ يا عمك شعبان والد الدكتور ووالد الباشمهندس حسن. اهلا وسهلا. ومدام توحيده سلم. اهلا وسهلا. ولا مش هيسلم عليا يا عمي ولا ايه؟ ولا عشان خلاص ما شاء الله بقى زي الفل مش محتاج مني حاجه؟ لا، ازاي ما يسلمش عليك؟ كان مسلم لك روحه بين الحياه والموت. يلا حبيبي اقعد على المكتب، اقعد مكان ابوك. انت مكان ابوك دلوقتي. احمد كان بطل في السله. كان ليه يا بابا؟ احنا لسه ما اعتزلناش. بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحمد لله. وعندي كمان محمد في الثانويه العامه. ربنا يكرمك بيهم ان شاء الله، وتشوفهم زي الباشمهندس حسن والدكتور علي، هما اللي طلعنا بيهم الدنيا. وانا ما طلعتش بيا يا حاج. انت كنا بنربيك لصاحب النصيب. معاك حق يا حاج. طب استاذنكم بس اقوم اشوف اللي بربيها عشان صاحب النصيب ما جاتش ليه لغايه دلوقتي. اتفضل. وليه ما جابوش الشربات؟ اتفضل. ايه؟ ثواني يا عبدو، الشربات هيبقى جاهز. جاهز في المطبخ؟ اجيبهم يشربوا شربات في المطبخ؟ يو يا عبوده ما تطول بالك بقى. اكتر من كده، الست اخت العريس عايشه الزغاريد لحد ما العروسه تهل بالشربات. والعروسه جاهزه اهي وزي القمر. قمر 14، وفي احلى من كده؟ يا بخت ابن الحاج شعبان. يوم ما تكسفهاش بقى يا خال. انت مكسوفه؟ لا، الكسوف ده كان فين اول مره ركبت معاه العربيه وهم راجعين من الجامعه، وبقى يقول لي وانا اقول له وخلصنا الكلام كله. يوه بقى يا خال، خلاص بقى. هو اللي خطبها. هو اللي خطبها. اللي نقاها. خلاص خلص الكلام. هبقى اسلفها كلمتين من عندي. ايوه ابي سلفيها عشان يوم فرحك ان شاء الله تسلفك هي كمان. كله سلف ودين. حبوت عيون عبده الاربعه. بالاربعه كده مره واحده يا خال. عينيا والنضاره. وانا عندي اغلى من ام احمد. يا اخويا خليك في بنتك وفي اهل العريس. خلينا، ايه طلباتك؟ ايام العريس ما جاتش ليه؟ الف رحمه ونور عليها. احسن الحمد لله. حظك يا بنتي يا دعاء. ليه حظها ليه؟ يا اختي ترتاح من قرف الحما. طب ايه رايك بقى ان انا ما اتجوزتكيش الا عشان الست والدتك تبقى حماتي؟ كده برضو يا عبوده؟ ايه يا خال، انت قلبت على وش التاني ولا ايه؟ ما تروق عشان مرات خالك تتعدل. طب يلا يا اخويا روح اقعد مع الناس، ولا هتسيبهم قاعدين لوحدهم؟ طب يلا الشربات. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عمك شعبان اولا، انت هتنسي الناس كلها من اولها عشان خاطر الدكتور؟ معلش مفيش خبره، اول مره. انا عاوزه تنسى الكل عشان خاطر ابن الدكتور علي. ربنا يخليك لينا يا حاج، ده احنا اللي ننسى روحنا عشانك. قدمي يا دعاء بعد اذنك لاخويا الكبير الباشمهندس حسن. بس بقى كفايه تعبتوها، هات الصينيه عندي. مش اديتي بابا؟ تعالي ادي العريس واقعدي مكان. ده بعد اذن الاستاذ عبد الحميد طبعا. دعاء تعالي اقعدي جنبي، ياما هيقعدوا جنب بعض. عنك يا ست توحيده بقى، معقول هتخدمينا في بيتنا؟ اتفضلي انت استريحي. اتفضلي اتفضلي يا ام الخير. عقبال شرباتك يا حبيبتي. ميرسي. اتفضلي يا خير. تسلم ايدك، عقبال ما يتعبلك في فرحك. خد يا محمد. مين تاني ما خدش؟ اتفضلي يا احمد. شكرا يا انا. عقبال فرحك كده ان شاء الله يا احمد. وان شاء الله انت اللي توزعي لي الشربات برضو. ساعتها بقى يبقى كل شيء نصيب. الو. ايوه مساء الخير. مين يا احمد؟ لا يا بابا ده تليفون ليا. هنا اول ما ارفع من جوه حط السماعه. ها ايوه نجار. انت فين يا ميدو؟ حط السماعه هنا. شكرا يا هنا. ايه يا نجار؟ هي هنا بتراقبك ولا ايه؟
لا ده انا قلت لها تحط السماعه بس. مالك انت مزنوق؟ يعني عندنا ضيوف كده، دعاء اختي بتتخطب. ايه ده مبروك. الله يبارك فيكي. عقبالك. عقبالي كده لوحدي؟ سكت ليه؟ هتكلم واقول ايه؟ قولي اللي انت حاسس بيه. تفتكر هينفع؟ هو ايه ده اللي هينفع؟ اللي انت بتقوليه. انا بحبك يا احمد، انت سامعني؟ انا بحبك. نجار انت بنت فؤاد نصار. انا اسمي نجار وبس، وبعدين انا عايشه هنا مع ماما في شقتها، وبعدين يا ميدو انت كده هتخليني اكره ان بابا غني ومعاه فلوس. انت ما بتردش ليه؟ يعني اوكي، بس خليك فاكر ان انت ما عزمتنيش. اعزمك فين؟ احنا لو عملنا الخطوبه لا في اوتيل ولا في مركب على النيل، احنا عاملينها في شقتنا اللي في العمرانيه اللي انت عارفاها اصلا. اه شقتك اللي انا بحبها قوي مش كده؟ خليك فاكر اوعى تبيع السرير. خلص بقى اللي انت بتعمله بسرعه عشان عايز اشوفك ضروري. يلا يا احمد خلص تليفون يا ابني. طب بقول لك ايه، يلا باي عشان بابا بينادي عليا. ميدو اوعى تنسى انا عزمك على سندوتشات. طيب باي باي. جرى ايه يا كابتن؟ يا ابني كلنا مستنيينك، انت اخو العروسه الكبير يعني في مقام والدها. يا اخويا ربنا يطول لنا في عمرك. تعيش. خش تعالى يلا اقعد مطرح. اصل الحاج شعبان كان بيسال عليك. سمعونا الفاتحه لحضره النبي الاول. عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. ما يا استاذ عبد الحميد، احنا بالبلدي كده طالبين القرب من حضرتك في بنتك دعاء لابننا الدكتور علي. واحنا بالبلدي كده وعلى سلو بلدنا، هقول لك ان احنا هنجهز بنتنا ونوديها لغايه عندكم. الدكتور علي ابني ودعاء بنتي. الف مبروك يا دكتور. ربنا يخليك لينا يا عم. طيب اجلي الزغاريت شويه، اجلي الزغاريت شويه، طولي بالك يا توحيده. ايه في اي حاجه؟ ما تسيبنا نفرح، احنا ما صدقنا ان الدكتور قال عايز اخطب. يا ست بافراحي. انا بس في كلمتين اتنين عايز اقولهم للاستاذ عبد الحميد. تحت امرك. معلش يا استاذ عبد الحميد، عشان نبقى على نور من اولها. خير يا حاج؟ عاوز تقول ايه؟ بقى يا سيدي الدكتور مترشح من الجامعه يطلع بعثه، يعمل دكتوراه يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقك. والبعثه فين ان شاء الله؟ والله هما لغايه دلوقتي بيقولوا انجلترا يا عمي. طب وماله؟ روح كمل دراستك وخد شهادتك، ودعاء هتفضل مستنياك، يعني مفيش كلام في الموضوع ده. ايوه مظبوط. طيب هل في مانع لدعاء تسافر مع الدكتور؟ استني يا امل، مانع ازاي يعني؟ هو الدكتور ناوي يكتب وياخدها معاه ويبقوا يعملوا فرحهم هناك، هل في مانع؟ استني يا امل، يعني لو كان معاد البعثه بعد ما تكون دعاء خلصت دراستها ما عنديش مانع، لان هي كمان عايزه تعمل دكتوراه في الادب الانجليزي، يبقى جت من عند ربنا، هما الاثنين يروحوا يدرسوا وينجحوا. مبروك يا دكتور. الله يخليك يا عم. مبروك يا دكتوره. ليكوا طلب تاني قبل ما نقوم نتعشى؟ هو في طلب اخير يا عمي بعد اذنك، وده هيكون اول طلب اطلبه منك وانا خطيب بنتك. قول اللي انت عايزه واحنا على العشاء. ما هو بعد اذن حضرتك الطلب ده بخصوص العشاء نفسه. اوعى تقول لي مش عاوز تاكل، احنا ما اتغديناش عشان ناكل مع بعض عيش وملح. انا كمان يا عم لسه ما اتغديتش والله. امال ايه عاوز ايه؟ انا كنت يعني عايز استاذن حضرتك ان انا ودعاء نتعشى بره. استني يا امال، تتعشى بره ازاي يعني؟ يعني في اي مكان عام احتفالا بالخطوبه. استني يا امال، من اولها كده يا ابني. لو بعد اذن حضرتك كمان ممكن ناخد المريض بتاعنا معانا. خلاص احمد هو اللي عازمكم. استني يا امال. لا يا بابا انا ما ينفعش، انا ما ينفعش. ايه يا ابني ما ينفعش ايه؟ بص انا اللي هديك الفلوس، يعني انا اللي هدفع، وخدها انا معاكوا عشان تتعشى وتتفسح. جات لك على الطبطب يا حلوه. ها هاهدى ايه؟ ما يلا شوفها تنزلي بايه، فسحه ولا على البال ولا على الخاطر، ومع الكابتن كمان. ايه مالك مش مبسوطه ليه؟ لا طبعا مبسوطه قوي. الف مبروك يا بنت خالي، ربنا يوفقك يا رب. الف مبروك. طب يلا، ولا مش عايزه تنزلي تتفسحي مع احمد؟ احمد ابن خالك. صح ابن خالي، بس هتقعدي جنبه في العربيه وهيسوق بيكي، بس خدي بالك خليه يسوق على مهله، انتي المسؤوله قدام. وانا هعمل ايه يعني؟ ما هو اللي سايق.
ادي الله وادي حكمته. احمد خد المفاتيح بتاع العربيه بس تسوق بعقل عشان ربنا يسترها وليله تعدي على خير. ايه مش عايز تنزل مع اختك؟ في ايه؟ مفيش يا بابا، بس كنت عايز انزل مع اصحابي. يعني اصحابك اهم من اختك واهم من واجبك؟ تسيبها تنزل وحدها في عز الليل مع الدكتور؟ ايه مصدقنا جه قرا فتحتها نقول له خدها وامشي؟ يرضيك ده؟ خلاص يا بابا. مش خلاص يا ابني، حاول تفهم اللي بقوله عشان بعدين تعرف تعامل ولادك صح. لما الدكتور يكتب كتابه على اختك من حقه ياخدها وينزلوا لوحديهم، دي الاصول والشرع كمان. امسك امسك وادفع انت حساب العشاء، ما تسيبوش يدفع، ها؟ لان بنت عمتك معاك. سامعني؟ سامعك يا بابا. وما تاخدش محمد معاك عشان يقعد يذاكر. يلا يا كابتن، الدكاتره مستعجلين. لا ثواني يا بابا، انا هرد. انا اللي هرد، استنى انت. بعتذر لهم بعدين. الو الو الو، اصحابك ما بيردوش. اسمع، عايزك تاخد بالك وانت بتسوق، انت معاك اتنين دكاتره وكلها كام سنه نطلع نستقبلهم في المطار وهم نازلين من الطياره في ايديهم اتنين دكتوراه وعيلين كمان. عقبال ما افرح بيك انت ومحمد. يلا يا دكاتره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظكم. معلش يا محمد، خش ذاكر انت. هتعجزونا قبل الاوان يا اولاد، هبقى جدي وانت هتبقي جدة. ايه يا امال؟ يلا اتكلوا على الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا مع السلامه. مع السلامه حبيبتي، خلي بالك من هنا. حاضر. مبروك يا امال. ايه ايه بتعيطي ليه؟ دعاء هتسافر يا عبدو. بتعيطي مؤدب؟ هتوحشني يا عبدو. اما يجي السفر يبقى عيطي. الله بالسلامة يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك يا سيدي. بقول لك ايه؟ والاجتماع في الاوتيل مش كده؟ وما عليك ترجع عشان العشاء على البسين. في مواعيد تانية؟ ما تقوليش في مواعيد تانية. مدام رندا يا باشا. لا الا الميعاد ده، لو ما قلتهوليش يبقى ما تنفعش تشتغل معايا. اطلب لي زمالك. على امرك يا باشا. اتفضل. ماما هرد التليفون ده ليه؟ اكيد ده ميدو. الو، انت مستنيه تليفون من حد غيري ولا ايه؟ بونسوار يا بابا. ده بابا يا ماما. مالك ملهوفه كده ليه؟ حضرتك ما كلمتنيش ليه على الموبايل بتاعي؟ عشان انا بكلمك من مصر يا حبيبتي. ايه ده، حضرتك رجعت بالسلامه؟ يا روحي، انا مش قايلك انا جاي الليله؟ الف حمد لله على السلامه يا بابا. وده ينفع برضه انك تقوليها لي في التليفون؟ مش تيجي واشوفك؟ انتي وحشاني جدا جدا جدا. على فكره انا جبت لك معايا كام حته سينيه مفيش حد هيبقى لابسها في مصر غيرك. ها، تتغدي معايا بكره؟ لا 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 لا، انا مستنيكي بكره على الغدا. استاذني من مامي وتجيلي. اوكي، باي باي. بابا عازمني على الغدا عنده يا ماما، بيقول ان هو جايب لي حاجات من امريكا. لو حضرتك يا ماما مش عايزاني اروح، مش هروح تاني يا نجار. تاني وتالت ورابع يا ماما. انا بحس ان حضرتك زعلانه لما انا بكلم بابا، وانا بقى ما اقدرش اشوفك تعبانه. يا حبيبتي يا بنتي يا نجار، يا حبيبتي انا مش عايزه احس ان انت تبقي غلطانه لما بتكلمي عن بابا. انا بحس ان حضرتك يا ماما تبقي متضايقه لما هو بيقرب مني او بيكلمني. شوف يا نجار، ده باباكي ومفيش مخلوق في الدنيا يقدر يبعدك عنه حتى لو كان انا. خلاص، لو حضرتك مش زعلانه وعايزاني اروح له يبقى انت تيجي معايا. لا اهو ده اللي مش ممكن يحصل ابدا،
ومرفوض الكلام في الموضوع ده تاني. انا قلت كده كذا مرة. حضرتك هتفضلي كده يا ماما على طول؟ انت في حتة وهو في حتة وانا في وسطكم؟ ما كفاكم الفصال بقى، انا تعبت. لو تعبانه هنا روحي هناك عند باباك استريحي. واسيبك ازاي يا ماما؟ انا ما تخافش عليا، وانت دلوقتي كبرتي ما بقيتش اخاف عليكي. مهم تكوني مستريحه ومش تعبانه. ماما انا ما اقدرش اسيبك ابدا، انا اسفه اسفه قوي. نجاري حبيبتي ارجوكي وعديني بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. انا عارفه يا ماما ان بابا زعلك قوي، غدر بيكي وخانك مش كده؟ ابوكي خان الكل واولهم نفسه، عشان كده خسر الكل واولهم نفسه برضو. اللي بيخون بيخون نفسه، واللي بيتنازل مرة بيتنازل العمر كله. معلش انت كبرتي وكان لازم اقولك. شوف يا خالد يا ابني، احنا لازم نتكلم مع بعض، ونتكلم مع بعض كتير، نعوض السنين الطويلة اللي احنا ما اتكلمناش مع بعض فيها. اتفضل اقعد. ما تقعد، مالك مستغرب المكان؟ لا ابدا يا بابا، استغربه ليه؟ انا ما نسيتش برضو ان انا متربي هنا. كنت لحد ما خدتك الست والدتك تعيش معاها في المهندسين، ونسيت بيت ابوك المتواضع اللي انت تربيت فيه. حضرتك اللي قلت لي روح اقعد معاها مش انا. كان غلط غلط، تخيلت انها اولى بيك، وان هي محتاجه لك وانت مش محتاج لي، وان انا مشغول عنك طول الوقت. بس ثبت ان حساباتي كلها غلط. ما ينفعش الاب مهما شغلته الدنيا انه ينشغل عن ولاده. بابا انا ما انشغلتش عن حضرتك، انا كنت باجي. ابني سير، ما ينفعش. لازم الابن يتربى مع ابوه عشان ما يفاجأش في وقت من الأوقات إن ابنه مرتكب جريمة وممكن يدخل السجن. صح يا خالد بيه؟ ابن زاير ما ينفعش. لازم الابن يبقى صاحب بيت وصاحب أبوه. ما دام الابن عدى 17 أو 18 سنة لازم يبقى صاحب أبوه. إيه ده؟ هو الاجتماع ابتدى قبل ما أجي ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، إحنا لسه ما اتكلمناش. أمال إيه اللي أنا سامعاه ده؟ تمهيد؟ تمهيد على ايه؟ الموضوع له صعب وله بعيد عشان نمهد له. طبعا حضرتك مش عايز سكر؟ لا. طب ممكن حته كيك عشان خاطر يا بابا، حته واحده بس، ما تقلقش ما فيهوش سكر كتير. اتفضل يا بابا. شكرا يا بنتي. اسمع يا خالد، لازم نشوف حل للولد اللي انتوا ضربتوه رميتوه في حمام السباحه. لازم القضيه دي تنتهي باي شكل. حضرتك خايف يتحكم عليا؟ مش مسألة يتحكم عليك ولا لا، انك ما تغلطش، ما تخالفش القانون، ما تعتديش على حد. مش مسألة يتحكم عليك ولا لا، ما في ناس كتيرة بتخش السجن في قضايا سياسية بدل مرة خمسة وست مرات، وانا اهو منهم. وفي ناس بيتحكم عليها ظلم. المسألة ان انت ما تخالفش القانون، خالفته ولا لا. مش معقول، مش معقول يا بنا مسخر حياتي كلها لخدمة العدل، وإن هاجم الفساد والفاسدين والخارجين على القانون، وفي الآخر ألاقي ابني مجرم. ومع مين؟ مع ابني شكري عبد الرؤوف، اللي أنا قعدت 3 سنين أحارب في الجرايد لحد ما المحكمة أدانته واتطرد من الوزارة بسبب الفساد والرشوة. طب حضرتك شايف إيه يا بابا؟ خالد ممكن يعمل إيه؟ الولد ابن المعلم عبد الحميد المربي الفاضل لازم نعتذر له وياخد حقه. في فرق بين ان احنا نقر بخطأنا ونعترف فيه ونعتذر، او المحكمة تديهوله غصب عننا. ويكون في علمك انا مش هتنازل عن الحق ابدا، ومش هوالس، ومش هكذب زي شكري عبد الرؤوف، وغير مسموح ليك انت كمان انك تكذب.
طب عشان خاطري يا بابا، عشان خاطري اقعد بس استريح، اشرب الشاي بدل ما يبرد وتقولي اعملي غير يا سميه. ماشي. انا عايز اسالك سؤال، انت ترضى ان حد يعمل فيك اللي انتوا عملتوه في الولد ده؟ رد عليا. ترضى ان شويه عيال يتلموا عليك ويضربوك ويرموك في حمام السباحه؟ لا يا بابا. امال قابلته ليه على ابن الناس؟ انت ابن الناس هو لا. كلنا ولاد تسعة بني ادمين. كل الشرائع والاديان والدساتير بتقول ان الناس متساويه. محدش بيفرق عن حد غير بالاجتهاد والتحصيل والاخلاق، فاهم؟ فاهم يا بابا، شوف حضرتك عاوزني اعمل ايه ونعمله على طول. انت وكل اللي كانوا معاك واحنا معاكم نروح للراجل الفاضل عبد الحميد ونعتذر له. نعتذر له؟ طب هنعمل ايه لو ما قبلش الاعتذار؟ نشوف اي حل نرضي بيه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله. أنا حاسس إن ربنا أكرمني ورضاني أكتر من اللي كنت بطلبه منه. طول عمري بدعيله إنه يكرمني في دعاء، يوفقها في دراستها ويرزقها بابن الحلال اللي يصونها، وهو رزقها بابن ناس طيبين، وهاخدها معايا يعملوا دكتورة كمان. انت هتقعد طول الليل تحسب وتعيد حساباتك ولا ايه؟ ها؟ انا يتقال لي ها؟ مالك؟ اقولك مالي؟ اه انا مبسوط. مبسوط؟ طب ما تبسطني معاك. بقى انت مش مبسوطة؟ ده انت الفرحة بترقص في عينيك. مش هتنام؟ انام ازاي؟ اما يجوا الولاد عشان اطمن. كل ده عشاء، انا لازم اشتري اللي بيقولوا عليه المحمول ده بقى. لا يا اخويا، حد حايشك ولا انت ما بتفتكروش الا لما العيال يتاخروا؟ دعاء بس، التانيين رجاله يعني. انا ممكن اشتري واحد بس. بس ايه؟ الميزانيه لا تسمح. لا، هي الميزانيه تسمح بشراء تليفون واحد، لكن ساعتها احمد هيقول لك انا كمان عايز تليفون. يوه، ده قلب دماغي بقاله سنتين عاوزنا نشتري له موبايل، وانا اقول له منين يا اخويا؟ في سلوس. طب قولي لي ايه الحل بقى؟ الحل؟ الحل نقف نستناهم في البلكونه. اهم الحمد لله وصلوا. على الله ترتاح بقى. يعني انت ما ارتحتيش؟ حلوة قوي. انا عايز اقولك ان انا هدخل الفيلم ده تاني بجد. حلو والله. عجبك؟ ايه ده؟ ماشي اخويا من فوق من عندنا. بسم الله ما شاء الله، لايقين على بعض. قول الله اكبر. قلت بسم الله ما شاء الله زي ما يكونوا مخلوقين لبعض. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. والواد احمد والبنت هنا. مالهم الواد احمد والبت هنا؟ لايقين على بعض برضو، بس هو الواد طويل عنها حبتين. انت ناوي تقص منه حته بقى عشان يبقى على مقاسها؟ ما تسيب الواد في حاله يا عبدو. اسيبه في حاله ده ايه؟ ما تفتحش عينيه. احمد عينيه مغمضه، ده مفتحها من زمان قوي، ولا انت مش شايفه؟ ده انت اللي مش شايف. لا انا شايف. هو في حاجه بتدرى؟ كان هيموت بسببها. وبعد ده كله هتيجي تقول له فوت نجار وبص البنت عمتك؟ من غير ما اقول له نجار مش مناسبه ليه. وهنا اللي مناسبه مننا وعلينا وبنت عمته. بعدين البنت واخده بالها منه. وهو ولا على باله. بكره يبقى على باله. بعدين نجار دي مسيرها تروح للي زيها، للي من توبها، ومسير احمد يلاقي اللي من توبه. طب عشان تبقى فاهم بقى يا مستر، هنا من وجهه نظر احمد ما تزيدش عن حته بنت فلاحه جايه من دسوق. بنت فلاحه جايه من دسوق وجابت مجموع عالي ودخلت الجامعه. ويعني ما ابوه كان فلاح جاي من بلد جنب دسوق، جاب مجموع عالي ودخل الجامعه، وحضرتك شفتيه واعجبت بيه وجريتي وراه. ايه ده؟ لا انت اللي جريت وراي. لا انت اللي جريتي وراي. لا انت جريت قوي وتعبت كمان. جرينا ورا بعض. يا عبدو احنا حاجه واحمد حاجه تانيه. حاجه تانيه ازاي يعني؟ احلى واغنى بنت في الجامعه بتموت فيه. طب وبعدين؟ وهو كان هيموت نفسه عشانها، هنقص منه متر عشان يبقى على مقاس الست هنا؟
يا ماما يا ماما يا ماما احنا جينا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا مسلم. فسحه سعيده. ميرسي يا ماما. انبسطتوا في العشاء؟ اهو كله عك في عك. هو في احلى من نفسك يا مرات خالي في الاكل؟ هو بابا نام؟ يقدر ينام وانتوا لسه بره؟ Thank you.